خلينا نقول مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل عام. امبارح كان أول أغسطس الأنجولي لعب تي بي مازيمبي الكونغولي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. الترجي اتعادل مع فيتا كلوب هناك في ملعب رادس 0-0. الرجاء فاز على شبيبة القبائل 2-0. النهارده في عدد من المواجهات. زيسكو يونايتد لعب الزمالك، المباراة انتهت 1-1. اتحاد العاصمة وصن داونز، المباراة ابتدت في تمام الساعة الخامسة او هتبتدي الساعه 6 بالظبط، والنجم الساحلي ايضا والهلال الساعه 6، والوداد مع بيترو اتلتيكو هيكون الساعه 9 مساء في نفس توقيت مباراه الاهلي وبلاتينيوم الساعه 9 بالليل. طيب ترتيب مجموعه النادي الاهلي، نفكر حضراتكم. المركز الاول النجم الساحلي 6 نقاط من خلال انتصارين، انتصار على الاهلي وانتصار على بلاتينيوم. الاهلي 3 نقاط من خلال هزيمه وانتصار امام الهلال. الهلال ايضا نفس الحال، فوز وهزيمه من النادي الاهلي 3 نقاط، لكن هنا الافضليه بتبقى المواجهات المباشره. الاهلي فاز على الهلال فبالتالي هو في المركز الثاني، وبلاتينيوم في المركز الاخير من غير ولا نقطه.